اليوم احنا عندنا القانون انتخابات مجلس النواب العراقي اللي رقمه 9 لسنه 2020. لو نرجع لهذا القانون نشوف المواد ماله، ما راح نلقي اي نص يقول انه من حق المفوضيه او مجلس المفوضين انه يلغي الانتخابات الخارج اللي التصويت الخارج. السبب ماكو ماده بي انه تقول انه يحق لهم كذا كذا كذا. هسه يحق لهم انه ممكن يفتحون الدوائر المراكز الانتخابيه انه يحددون وين مكانه يكون كذا، لكن من جهه قانونيه، من نظره قانونيه، من فكر قانوني، انه اليوم احنا عندنا قانون اصدره مجلس النواب الجهه التشريعيه، اللي يقدر يلغي القانون مجلس النواب هو بصفته الجهه التشريعيه، او يقدر مثلا يعدل ماده عليه، ماده واحده يقول انه كذا كذا الغاء تصويت الخارج، وينطي الاسباب الموجبه لهذا للتشريع هذه الماده او هذا القانون. لكن اليوم مجلس المفوضيين اللي هو الجهه الاعلى بالمفوضيه المستقله للانتخابات يجي ويقول انه اني الغي، هذا صار تجاوز بالصلاحيات، تجاوز بالسلطات. لا على شنو اعتمدت المفوضيه؟ صحيح، على شنو اعتمدت المفوضيه؟ لا كمجلس عندك هاي الصلاحيات. ها حلو حلو. اليوم الاعتماد مالتهم من خلال الاراء اللي انطرحت، يقول لك انه احنا ما نقدر نروح للانتخابات. السبب اليوم الناخب اللي بالخارج باصرار او بماده تقول انه بماده 39 تقول لازم انتخابات بيومتريه، هذا اولا. ثانيا احنا عملنا، حاولنا خلال هذه الفتره نامن اتصالاتنا مع وزاره الخارجيه حتى تامن اتصالات مع السفارات والقنصليات، وبدورها عملت مع الدول اللي تعمل بها، وما قدروا ياخذون الموافقات الرسميه حوله لانه تدري جائحه كورونا موجوده، والموافقات حول التجمعات وغيرها وغيرها. طيب، واليوم ايضا اللجنه اللي قرار اللجنه الخاصه بالسلامه المهنيه اللي عندنا بالعراق اللي رقمها 11 لسنه 2021. طيب احنا هذا اكو جانب الى مضاد، انا ارجع واقول لك انطيك الاراء اللي بيها هناك راي والراي الاخر. الراي الاخر يقول لك انه انت وين كنت خلال فتره سنه من اعداد هذا الموضوع؟ تقول انا اليوم ما الحق، لان شنطه انطوا يقولون احنا باقينا 40 يوم الى اكمال التحديثات الخاصه بالسجلات الناخبين والبطاقات. طيب واحنا ايش قد نحتاج؟ نحتاج الى 160 يوم. طيب ماشي، انت وين كنت هاي الفتره كلها؟ عندك سنه كانت، وين كنت؟ ليش ما حدثت؟ ليش ما عملت البطاقه البيومتريه؟